السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. فاللهم يا ربي يا كريم أهل هذا العيد السعيد، هذه الذكرى العطرة، أهلها على المغاربة جمعاء بالرحمة والمغفرة والرضوان، وأهلها على أمير المؤمنين صاحب الجلال محمد السادس، أهلها بالصحة والعافية وطول العمر وبالمدد، وأهلها على الأمة الإسلامية قاطبة بالنصر والتمكين والوحدة. اللهم يا ربي يا كريم صل وسلم على عبدك وصفيك وخليلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه صلاة عظيمة تنحل بها العقد وتنسرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم. اللهم يا ربي يا كريم صل على نور الأنوار، اللهم صل وسلم على سر الأسرار، اللهم صل وسلم على ترياق الأغيار، اللهم صل وسلم على مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا فرجا وفرحا وسرورا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والمقام الذي وعدته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام متصلة الدوام لا انقضاء لها ولا انصرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأراضون بالمطر، وحاج حاج واعتمر ولبى ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد أقطار الأمطار، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد أوراق الأشجار، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد دواب البحار، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد مياه الأنهار. اللهم صل عليه صلاة دائمة مستمرة. اللهم يا ربي يا كريم ببركة الصلاة على مولانا رسول الله ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا كل غلاء، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله عمي الطيب. أهلا أهلا بالرجل الصالح. الحمد لله ودي عمي الطيب. بارك الله في سبيلنا، نهار كبير هذا مولاي. الله يكبر بك ودي عمي الطيب، والله يكبرك، الله يجعلك من أهل الجنة إن شاء الله تعالى. يا ربي وجميع المؤمنين والمؤمنات. الله كنشكرك ربي عمي الطيب على الخير الكثير اللي كتقدم لنا على حب النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله عمي الطيب. عشنا معك هذا الأسبوع هذا واحتفلنا بعيد المولد النبي، غادي يحتفلوا به إن شاء الله جميعا، وكنبغي نطلب الناس كلهم باش يجعلوا حب النبي عليه الصلاة والسلام في قلوبهم، أن حب هذا النبي الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، الله سبحانه وتعالى جعل محبته ومودته لهذا النبي الكريم وجعله معه في الصلاة في الإقامة وفي النداء، يكون عندنا حب النبي عليه الصلاة والسلام من الحب دياله. لا يؤمن أحدكم حتى يكون النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليه من أبي من أمه وأبيه وولديه، يكون عندنا حب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كنا صراحة بقى فينا الحال من اللي سمعنا الخبر دي النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ما غاديش تحرك العقيدة دي للمسلمين، المسلمين ثابتين بالإيمان ديالهم وحب النبي، ما كاينش اللي غادي يزعزع من القلوب ديالنا. اللهم صل على سيدنا محمد طب النفوس ودوائها وعافية الأبدان وشفاؤها. كنصح الإخوان يكثروا كما قلت يا عمي الطيب من الصلاة على النبي، في هذا إنها مفتاح للرزق وكتجلب الرزق. ودي عمي الطيب ومن صلى عليه اللي صلى عليه كما قلت ودي عمي الطيب
يجلبه كيجلبوا لعنده سبحان الله العظيم. هذه والله الا غنحكيها للساده المستمعين قصه واقعيه. ملي مشيت عمي الطيب للعمره ملي نادى علي الله عز وجل العمره سمعت في هذا البرنامج ديالك ودي عمي الطيب بالحب ديال النبي عليه الصلاه والسلام وبقيت كنصلي عليه في كل لحظه. وسبحان الله تلقيت راسي في المدينه المنوره مع الاهل مع الاحباب وانا كما كنت كتحدد دائما عمي الطيب ما عنديش شي مدخول ولا شي حاجه ما كانتش الفكره كاع في البال ديالي حتى لقيت راسي في المدينه المنوره حتى داخل عند النبي عليه الصلاه والسلام وريحه البخور وداك الاجواء تما ودي عمي الطيب جو رباني. كنتمنى من الناس يكثروا من الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام انها مفتاح للرزق وكتجلب الحظ السعيد. غير كنت العشيه كنت واحد الدري صديقي وكنا بحال كجافدين القصه ديال النبي عليه الصلاه والسلام والولاده ديالو اللي تكلمت عليه ودي عمي الطيب ديال في جدار الكعبه وداك الشيء كل شيء عشناه ودي عمي الطيب معك الله يعطيك الخير الله يجعل سيدي ربي يخليك لينا دخر ويخليك لينا بركه ان علمتينا الشيء كثير ودي عمي الطيب الله يلا علمتينا كثير. كنتمنى من الناس هذا اللي عنده شيء خاص مع شي واحد يمشي يتصالح معاه اللي في هذا العيد هذا خصنا ماشي نحتفلوا ويكون القلب نتسامحوا جميع اللي كيتسال شي واحد شي حاجه يعطيها ليه واللي مخاصم يمشي نحيوا صله الرحم ان جعل الله سبحانه وتعالى كما قال ربنا عز وجل ان في ايامكم لنفحات خصنا نستغلوا هذه الفرص هذه ونمشيو ويتقرب الانسان من الله ويتقرب الانسان من الله ويكثر من الصلاه على النبي ويحافظوا على الصلاه. ما علي ان اعبده كما امرني وما عليه يعبدني يرزقني كما امرني انما رزقكم في السماء وما توعدون ودي عمي طيب والله الله يخليك لينا الله يحفظك. واحد المجموعه ديال الاحباب كيسلموا عليك سي طيب سي طيب من بنكري راه كنتلاقى معك في الحج الوالده ديالو توفات وكيسال واحد الدعوه ديال الله يرحمها ويوسع عليها ويجدد لها الرحمات وتنادى عليا واحد العم ودي عمي طيب نهار الحج مع الثلاثه ديال العشيه دفناه بغيت الساده المستمعين واحد إن لله وإنا إليه راجعون ودي عمي الطيب بغيت واحد الدعوة ديال الخير لهذا العم هذا وجميع أموات المسلمين واللي ماتوا في كورونا وهاد الحباب اللي افتقدناهم كاملين بغيت لهم واحد الدعوة ديال الخير والله يخليك لنا ودي عمي الطيب وكنسلم على الإخوان ديال الميدراديو كاملين. جزاك الله ألف خير جزاك الله ألف سعادة الله يخليك ودي عمي الطيب الله يحفظك الله يرحم الوالدين شكرا لك شكرا الله يكبر بك ودي عمي الطيب الله يحفظك لنا الله يرحمك. شكرا سيدي عبد الإله من بنكرير هاد الشاب اللي هو ضرير واللي هو صديق البرنامج وكان فاز معنا في الإذاعة في مناسبة المولد النبوي الشريف منذ تقريبا سنتين بعمرة. رجل ضعيف رجل ديال أهل الله ولكنه قوي بالإيمان رجل طويل القامة نحيل البنية عنده واحد اللحية خفيفة ويستعمل عكاز وسبحان الله يذكرك بجيل الصحابة رضي الله عنهم. أنا كلما رأيته يذكرني بالصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم ذلك الضرير الذي نزل فيه القرآن في سورة عبس عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. سي عبد الإله رجل من أولياء الله الصالحين من ساكنة إخرم بن قرير. أنا شخصيا لما كنت أتكلم معه كنت أستفد منه الكثير لأن أولياء الله الصالحين ماشي بالضرورة يكون عندهم علماء ما يكونوش خريجي الجامعات ولا عندهم علم بالكتب والمصنفات والمجامع والمساند. كتلقى رجل قلبه معلق بالسماء وينطق بجلال الله ونور الله وبركة الله. وفعلا عبد الإله لم يكن يكسب شيء ولكنه ببركة الصلاة على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاز بالعمرة. ولما ذهب إلى الديار المقدسة بقى يصلي على النبي الكريم فسخر له الله تعالى أناس طيبين كانوا في خدمته. ولما عاد من المدينة المنورة بعد قضاء أيام جميلة وإيمانية وربانية رزقه الله رزقا حسنا ودب الآن عنده واحد المشروع اقتصادي متواضع وعيش بالعز وبالحلال حتى لا يمد يده للآخرين. سعد إلى نموذج للشباب المغربي المكافح ورغم ظروفه الصعبة ربي عز وجل ابتلاه أعطاه في الأول واحد الوليد وحتى هو خرج عنده إعاقة وخرج عنده مرض وجرى به كثير من أجل العلاج. ولكن الولي الثاني أعطاه الله تعالى جميل جدا وسليم البنية وقوي فبارك الله فيك أخي عبد الإله. كنشكرك على هذه الكلمة الطيبة وكنبغي نقول لك السادة المستمعين هذا الحملة الشرسة المضادة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تهزنا في شيء. لماذا؟ لأن التاريخ ديال الإسلام كان دائما على رأس كل قرن يبعث الله لهذه الأمة
من يجدد لها أمر دينها. وبالمقابل يبعث الله تعالى رجلا سلبه الله نور الإيمان فيؤذي النبي الكريم فيستنهض همم المسلمين. احنا حينا في كل مرة كنلقاو هاد الحملة المضادة اش كيوقع في العالم الإسلامي؟ العالم الإسلامي كيكون فيه سبات عميق، الناس مضاربين مع الزمان ومع لقمة العيش ومع البطالة ومع الفقر ومع المرض، وشي ما كيسول في شي، ننسى أننا ننتمي إلى أمة. لكن حينما يأتي شخص ويلمز سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بتشوهات أو بكاريكاتير أو بكلام ناقص، ما الذي يقع؟ كيقدم خدمة عظيمة للإسلام، ردود الأفعال كتكون قوية وجبارة، العالم الإسلامي كله يقوم من جديد ويتوحد، ونعلم بأننا أمة، ونستبشر خيرا لما نرى الروح الإيمانية القوية في المسلمين جميعا. رأينا المغاربة ورأينا الجزائر ورأينا إندونيسيا ورأينا البنغلاديش مسيرة مليونية خطيرة، والمسيرة في فرنسا نفسها، وردود الأفعال كثيرة، وكأن الرئيس الفرنسي قدم لنا خدمة عظيمة، قدم لنا خدمة ديال استنهاض الهمم. وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حينما قال إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، شخص يقوم بعمل سيء ويكون رد الفعل معاكس، عوض أنه يقضي على الدين يستنهض الهمم ويجمع الناس على كلمة سواء. فالحمد لله ديننا الإسلامي خالد إلى قيام الساعة، لن يزول أبدا، لأنه ما دامت السماوات والأرض، ربما تزول الحضارات المتعددة، تزود المدنيات، تسود القوى السياسية الكبرى، دول عظمى في التاريخ زالت، لكن الدين الإسلامي باق بقاء السماوات والأرض إلى قيام الساعة. هذا أمر حتمي. أي نعم قد يضعف، قد يصيبه فتور، قد يصيب المسلمين تفرق تمزق، قد يصيبهم انحطاط، ولكن ذلك بشكل مؤقت، لأن كلمات القرآن وكلمات السنة تلهم الأحاسيس وتلهب القلوب وتستنهض الهمم، وهذا باق إلى قيام الساعة. ونحن في عصرنا هذا ولله الحمد عدنا الحمد لله نشيد بالبلاغ الذي أصدرته وزارة الخارجية المغربية. وزارة الخارجية المغربية دارت واحد البلاغ كان على القلوب مثل نقطة العسل. الحمد لله عبرت على أن المغرب له موقف واضح وبين، وأنه يستنكر كل هذه الممارسات وكل هذه السلوكات المشينة التي تمس بشخصية النبي الكريم وبالدين الإسلامي. وذكرت في بلاغها وزارة الخارجية المغربية أنه ينبغي أن نفرق بين الممارسات المتشددة ديال الإرهاب وبين الإسلام الحقيقي النقي الصفي. ويكفي أننا في مغربنا نحن الحمد لله عندنا دولة عصرية فيها إمارة المؤمنين، وإمارة المؤمنين دورها هو حماية الدين الإسلامي وحماية القرآن والسنة وحماية المذهبية الإسلامية المتمثلة في فقه مالكي وعقيدة الأشعري وطريقة الجنيد السالكي. هذه منظومة دينية متكاملة، نحن الحمد لله عندنا حماية كاملة، وبارك الله تعالى في كل الصالحين والصالحات. وإن شاء الله غيكون لنا موعد هذه الأيام مع المولد النبوي الشريف، غادي يكون يوم الخميس وإن شاء الله صباحا في الإذاعة، غنكون إن شاء الله مع فرق للأمداح النبوية، وغنكون إن شاء الله تعالى مع الذكر، وغنكون ببيان السنة النبوية طيلة أيام العيد، كل صباح إن شاء الله تعالى من 9 صباحا إلى الظهر نقوم إن شاء الله تعالى في الذكر وفي الأمداح وفي الكلام فيه إشراقات عن سيرة النبي المصطفى وعن الأعمال الجليلة التي قدمها للإنسانية. غايتنا هو أن نبث ونبعث الروح الإيمانية في قلوبنا وقلوب أبناء مجتمعنا وجلدتنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.